يا ريت تسمع الحديث الحكير رئيس الأسد. لا لا سمعته يا حبيبي. سمعته ولكن أنا ما بصدقه. لمين؟ لا بشار الأسد. ما بتصدق بشار؟ لا ما بصدقه ما بصدقه. لك ليش انت مينك لحتى ما تصدق لرئيس الاسد؟ شريف حافظ على هدوء. انا محافظ على هدوء بس عيب عليك انت عم تقول ليش تستصعب. لا عيب عليك انك تقول عيب. لك عيب عليك تقول. لا عيب عليك انك تقول عيب. لا عيب عليك تقول ما بصدق. عيب عليك ما بصدقه لانه كذاب. انت واحد كذاب ومعلمك كذاب. شريف ليك عيب عليك ليك انت ابني. لك انت ابني. لا دكتور فايز. دكتور فايز. انا واحد صبي المخابرات ما بيقول لي هالحكي هذا. انا صبي المخابرات. انا صرميتي اشرف منك. دكتور فايز. دكتور فايز. معلم دكتور مصطفى. دكتور فايز. لا 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 شباب 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 كسخت عرضك شباب شباب